السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة حذف حساب السناب شات بشكل نهائي. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم دعمي بالقناة والضغط على الاشتراك. ندخل على هذا الرابط، طبعا الرابط هذا احطه لكم اسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد ما تفتح الرابط تطلع لك هذه الصفحة، كل اللي عليك تسجل دخول في سناب شات. سجل اسم اليوزر هنا والباسورد هنا. بعد ما تسجل اليوزر والباسورد نضغط على تسجيل دخول. هنا يطلع لك لغز الصور، يقول لك لافتات شوارع. هنا برضو خلاص تم حل الصور، لغز الصور. بعدها راح تفتح لك صفحة أخرى زي ما انتم شايفين. هذه الصفحة راح يقول لك هنا حذف الحساب. هل كنت متأكد من أنك تحذف الحساب؟ فيرجى كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أدناه، ثم الضغط على متابعة، يعني تسجل كلمة السر مرة ثانية عشان وتضغط استمر عشان يتم حذف حسابك. لكن في تعليمات هنا لازم تعرفها، يقول لك إذا حذفت حسابك ما راح يظهر عند الناس الثانيين ولا فيديوهاتك ولا مشاركاتك، ولكن راح يبقى معلق لمدة 30 يوم. بعد 30 يوم راح يتم حذفه بشكل نهائي، لكن خلال 30 يوم إذا سجلت دخول راح يرجع تلقائيا وراح يتم إلغاء حذف الحساب. يعني إذا مثلا بعد 20 يوم أنت ندمت إنك حذفت الحساب، مجرد ما تسجل دخول، سجل اليوزر والباسورد، راح يرجع الحساب كما كان. نسجل الباسورد هنا ونضغط على استمر من هنا. بعد كذا يقول لك خلاص تم تعطيل الحساب. يقول لك خلاص يعني بعد 30 يوم إذا ما سجل دخول راح يتم حذف الحساب بشكل نهائي. أتمنى إذا عجبك المقطع الضغط على اشتراك ولايك، وأي سؤال واستفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.